نشرة الأخبار من تلفزيون لبنان، أهلا بكم. أهلا بكم. لفحت موجة الصقيع الجو السياسي الذي خلا من السخونة، وتدنت درجات الحرارة في التحركات نحو الانتخاب الرئاسي الذي دخل مجددا في الثلاجة. ووسط ذلك أكد أهل الحوار الوطني على تفعيل العمل الحكومي وانتظام جلسات مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا لدرس أكثر من 300 بند على جدول الأعمال. ومن المقرر أن تحسم قضية تعيين الأعضاء الثلاثة في المجلس العدلي الليلة ليتقرر غدا حجم الحضور الوزاري في الجلسة الذي يطرح فيها وزير العدل إحالة موضوع ميشيل السميحة على المجلس العدلي. وفي الاستحقاق الرئاسي من الثابت القول إن الانتخاب لن يتم في الجلسة البرلمانية 35 في 8 من الشهر المقبل. وفي الانتخاب بدا لسياسيين محايدين أنه لا يقتصر على الأقطاب المسيحيين الأربعة، بل من الممكن البحث عن شخصية ثقة تقرب المواقف وتعيد الأمل اقتصاديا وسياسيا وتسهر على الاستقرار الأمني وتصون الوضع اللبناني في ظل المتغيرات في المنطقة. وهذا المساء تداول الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند ونظيره الإيراني حسن روحاني في أزمات الشرق الأوسط وموضوع الانتخاب الرئاسي اللبناني. وبحسب مصدر دبلوماسي فإن إمكان إجراء حوار سعودي إيراني في إسلام أباد أمر جدي، وسيدعم الرئيس الفرنسي ذلك، إضافة إلى أن الإدارة الأمريكية تحبذ ذلك. عودة إلى الحوار الوطني وأجوائه. جلسة الحوار الوطني 14 انعقدت في مقر الرئاسة الثانية في عين التيني في ظل التطورات الأخيرة التي طرأت على الترشيحات الرئاسية المتضاربة. هذه الجلسة تطرقت إلى العديد من النقاط والقضايا باستثناء الملف الرئاسي الذي لا زال عالقا بانتظار التوافق عليه. وركزت الجلسة على دور الحكومة في هذه المرحلة، وتم خلال الجلسة كذلك التوافق على التعيينات داخل المجلس العسكري. الرئيس بري أكد أن تفعيل عمل الحكومة سيكون بعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد أسبوعيا وكلما دعت الحاجة. ويرى الرئيس بري أن التوافق بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر لا يكفي وحده لانتخاب الرئيس، إنما يتطلب توافقا مسيحيا ووطنيا على هذا الاستحقاق. المتحاورون بعد الانتهاء من جلسة الحوار أجمعوا على أن الجلسة كانت جيدة وغنية بالمواضيع ومنتجة. أنا مستمر بترشيحي، وأنا من أول يوم لأنه دايما اعتبروا أنه نحن حكيين كلام، ولكن نحن الكلام اللي بنقوله نحن بنعتبره واللي بنلتزم فيه نحن بنعتبره نقطة قوتنا. عم بقول أهلا وسهلا بالسنغال، نحن مستمرين بالترشيح. إذا بالنسبة له نحن بلون بي بيكون هو بلون آ، إذا منا بلون بي أو مش موجودين مثل ما عم نسمع بالأبلوس، نحن يعني بنشتغل سياسي، منا فاتحين جمعية خيرية. وأنا ما بفهم يعني كيف معه 70 صوت بده ينسحب للمعه 40 صوت. يعني علي الوزير بنتمنى إنه تكون بكرة تنعقد الجلسة لحتى الحوار بجلساته القادمة ب 17 شهر القادم أن تكون حقيقة حوارية. 17 شهر أن تكون حوار فاعل، لأنه كل النقاط اللي بحثت اليوم على مجلس الوزراء على جلسة الحوار كانت نقاط أساسية. برأيي أهم ما أنتج فيها هو إعلان التوافق حول تعيينات المجلس العسكري، فبالتالي جلسة مجلس الوزراء راح تمشي، والاتجاه إلى أن تكون جلسات مجلس الوزراء ليس فقط جلسة يتيمة، إنما أن يعمل على تفعيل الحكومة بصورة دائمة. هذا أبرز ما في الأمر. أيضا هناك نقاط أخرى جرى التوافق عليها، برأيي في الأيام المقبلة سيعلن عنها. بدوره النائب سامي الجميل أكد أن الأجواء كانت إيجابية، وردا على سؤال عما إذا كان قد عقد خلوة مع النائب محمد رعد، قال الجميل بالطبع كانت لنا لقاءات ومشاورات مع الجميع. وأثناء انعقاد جلسة الحوار جلس الرئيس فؤاد السنيورة إلى جانب رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجي، فسأل رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان الرئيس السنيورة مبين حده، رد السنيورة بالقول حسد أو ضيقة عين. عندها رد الرئيس بري ضاحكا، يبدو أنه هيدي الجلسة خطرة.
مع الإشارة إلى أن هذه الجلسة تغيب عنها النائب العماد ميشيل عون متمثلا بالوزير جبران باسيل، والنائب وليد جملاط الذي تمثل بالنائب غازي العريضي، والنائب طلال أرسلان الذي تمثل بالصحفي حسن حمادي، وكذلك تغيب النائب ميشيل المر. وتجدر الإشارة إلى أن استكمال باقي البنود ستكون في الجلسة المقبلة التي ستنعقد في 17 من الشهر المقبل. وفي موازاة انعقاد جلسة الحوار الوطني في عين التين، غرد رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جملاط سلسلة تغريدات عبر تويتر، فقال: يا لطيف شو جماعة الممانعة حساسين، ما في يمزح ديمقراطية. وفي تغريدة ثانية قال: على كل حال هيئة الحوار في لبنان نجحت، السؤال كيف؟ لقد وضعت مواصفات الرئيس: أولا ألا يكون موظفا، أي استبعدت قائد الجيش وهو أصلا غير راغب، وثانيا أن يكون للرئيس حيثية مسيحية ووطنية، فانحصرت الأمور بسليمان فرنجي وميشيل عون، وهذا جيد، لكن يبدو أن شيئا آخر ينقص في المواصفات، لذلك لا رئيس في الوقت الحاضر، ما هذا الأمر؟ لا أعرف. وتابع جملاط مغردا: على كل حال هيئة الحوار أو طاولة الحوار أصبحت مثل هيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران، تبقى كلمة السر الديمقراطية طبعا من المرشد ولعيونك، وعلى قول أهل جبل العرب دبك يا شباب. في السراي الكبير، رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بحث مع وزير السياحة ميشيل فرعون في التطورات، كما استقبل المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة السفير ويليام سوينغ، وتناول معه التحضيرات للاجتماع الدولي الذي سيعقد في 3 شباط المقبل في لندن. كذلك التقى الرئيس سلام وفدا من نقابة أصحاب الفنادق برئاسة بيير الأشقر، عرض معه هموم القطاع الفندقي، والتقى أيضا وفدا من نقابة مخلصي البضائع الجمركية والسفير المصري محمد بدر الدين زايد. الرئيس ميشيل سليمان وبعد اجتماعه إلى كتلته الوزارية أكد أن الاتفاق على التعطيل يبشر بطول سلامة الفراغ، وسأل إن كان يجوز انتخاب رئيس الجمهورية والبدء في التعيينات في الدور السياسية، وتصبح قاعة البرلمان لفرز الأصوات لا غير، في حين يصبح مجلس الوزراء للتصديق والتصفيق، فيما أملت وزيرة شؤون المهجرين أليس سبطيني أن تنعقد جلسة مجلس الوزراء غدا. الاتصالات جارية من جميع النواحي لكي بالفعل تنحل كل المسائل المطروحة، منها التعيينات العسكرية والقضية يلي عم ينحك كتير فيها بالإعلام، وهي إحالة ملف ميشيل سماحة على مجلس العدلي. بما خص المجلس العدلي، قلت سابقا وأكرر، لا شيء يمنع قانونا من إحالة الملف إلى المجلس العدلي، وهون أكرر القانون شيء والسياسة شيء آخر. القرار سوف يتخذ بمجلس وزراء، ما يعني إنه القرار سياسي، مظبوط يا ملا؟ إذا بدكم تسألوا كل فرقاء سياسي لحتى تشوفوا، بس قانونا لا شيء يمنع، بالعكس النصوص صريحة جدا وعند صراحة النص لا مجال للاجتهاد. النائب سامي الجميل تناول آخر التطورات السياسية مع الوزير السابق فريد الخازن، الذي رأى أن المصالحة الأخيرة بين جعجع وعون ليست مصالحة مسيحية، بل هي مصالحة بين فريقين سياسيين خاضا حربا عبثية على مدى سنوات، داعيا النواب إلى النزول إلى مجلس النواب في 8 شباط وانتخاب رئيس للجمهورية. العماد عون ودعم القوات اللبنانية لترشيح العماد عون، يجب أن تستكمل هذه الخطوة بالنزول إلى مجلس النواب وانتخاب رئيس جمهورية بـ8 شباط، وإلا سيكون هذا الدعم عقدة إضافية على العقد يلي عن طريق انتخاب رئيس جمهورية. كي تكون هذه الخطوة خطوة ديمقراطية وحريصة على تسهيل انتخاب رئيس جمهورية في لبنان، وكي لا تكون
استيفاء سياسي إضافي على الاستيفاءات السياسية الموجودة في البلد يجب أن تنتهي بالنزول إلى المرسومات وانتخاب رئيس جمهورية المنشأة. بعد الإعلان طفلة مصابة بإنفلونزا الخنازير. أهلا بكم من جديد. لوحظ انتشار ورقة 20,000 ليرة لبنانية مزورة في الأسواق اللبنانية وخصوصا في مناطق صيدا والسور، وهي وصلت إلى بعض مناطق بيروت، والعصابة التي تنشرها تقوم بالترويج لها في أكثر من مكان في لبنان. إشارة إلى أن حجم الورقة المزورة هو أصغر من العادية ولا تحتوي على رسم الأرزة في المربع الأبيض، والخط الذهبي في الورقة المزورة مختلف تماما عن الخط الأصلي. نشاط عدد من الوزراء في هذا التقرير. نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني سمير مقبل تناول مع قائد قوات اليونيفيل الجنرال لوتشيانو بورتولانو الوضع الأمني جنوبا بشكل عام والالتزام بمدرجات القرار 1701، إضافة إلى المهام التي تقوم بها قوات اليونيفيل والتنسيق القائم مع الجيش اللبناني والتصميم على متابعة هذه المهام على رغم الخروق والانتهاكات التي حصلت سابقا على طول الخط الأزرق. وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عرض مع وفد من جهاز العمل الخارجي في الاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، داعيا إلى تطوير آليات التعاون والمساعدة على تعزيز القدرات التدريبية والإلكترونية واللوجستية لأجهزة الأمن اللبنانية التابعة لوزارة الداخلية. وتناول المشنوق مع المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة ويليام لاسي سوينغ العلاقات الثنائية وسبل التعاون. أعلن وزير الاقتصاد والتجارة آلا حكيم في مؤتمر صحفي زيادة وزن ربطة الخبز 50 جراما بدءا من الأول من شباط، وهو قرار ناتج من متابعة جدية من النقابات والوزارة، مشددا على أن دراسة الكلفة مستمرة بشكل مستقل إداريا ومهنيا، وأن دوريات حماية المستهلك تراقب الأسواق دائما. عقد وزير الصحة العامة وائل بوفعور ورئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين مؤتمرا صحفيا في مجمع رفيق الحريري الحدد، أعلن في خلاله عن استحداث مكتب جودة الدواء، فيما أمل الوزير بوفعور أن يكون هذا المشروع بداية اعتراف من الدولة بالجامعة الوطنية، منتقدا انتشار الجامعات الخاصة كالفطر في لبنان والتي تحظى بإمكانات مالية هائلة لتسويق نفسها. وزير البيئة محمد المشنوق أكد في خلال رعايته ورشة عمل حول برنامج القروض الميسرة لتمويل مشاريع للحد من التلوث الصناعي في لبنان أن تدخل السياسيين أدخل البلد في أزمة النفايات لم نرى مثيلا لها، مشددا على أن لبنان لن يصل إلى حلول لمشاكله طالما ننتظر انتخاب رئيس جمهورية، لافتا إلى أن موسم التسويات الكبرى لم يحن لا سيما فيما خص لبنان. وزير الأشغال العامة والنقل غازي زعيت رعى توقيع اتفاق اعتماد هيئة تصنيف السفن الإماراتية كأحدى الهيئات المعتمدة من قبل الإدارة البحرية اللبنانية، مؤكدا أن الدورة المقبلة لمجلس وزراء النقل العرب سوف تعقد استثنائيا لأول مرة في لبنان بإجماع كل الدول العربية، مشيرا إلى أن شركة التصنيف هي أول هيئة تصنيف عربية للسفن. طفلة من عكار مصابة بإنفلونزا الخنازير نقلت إلى المستشفى الحكومي في صيدا للمعالجة وحالتها مستقرة. بعد الأخذ والرد عن صحة وجود وباء إنفلونزا الخنازير في لبنان، تبين هذه المرة أن الطفلة ميمسين وعمرها عام ونصف العام مصابة بهذا الفيروس. الطفلة التي نقلت إلى مستشفى صيدا الحكومي الجامعي أكد مدير المشفى دكتور هشام قدورة أنها مصابة بهذا الوباء، وجهزت المستشفى غرفة خاصة معزولة ومخصصة لتوفير كل الظروف المطلوبة لمعالجة المريضة. نحن عادة يعني فينا نقول بحدود العشرة أيام، لكن كل يوم بيومه ببين معنا ردة فعل جسمه تجاوبه مع العلاج. طبعا نحن عن اعتبار اخدين انه بصير في مضاعفات إن كان بالالتهابات بالرئة أو بصير في مضاعفات إن كان بالدماغ أو كان بالقلب. وكانت الطفلة المريضة وهي من منطقة عكار نقلت ليلة الثلاثاء من مستشفى سيدة المعونات في جبيل إلى إحدى مستشفيات صيدا الخاصة ومنها إلى مشفى صيدا الحكومي. والمزيد من الأخبار المحلية في هذا الشريط.
وقع الدكتور عدنان العريضي كتابه استراتيجية الجودة الشاملة التكاملية بحضور عدد من نواب علي وحشد من الاقتصاديين والصناعيين والمصرفيين، وكانت كلمات تخللها شرح لمبدأ الجودة الشاملة الذي يعتبر نهجا وثقافة يجب أن يتمتع بها جميع العاملين في المؤسسات من أعلى الهرم إلى أسفله لتقديم السلع والخدمات ذات جودة شاملة، كما جرى التشديد على اعتبار الكتاب المرجع الأول باللغة العربية في هذا النطاق وضرورة التزام المؤسسات لا سيما الصناعية منها بمبادئ الجودة وتطبيقها. عرض قائد الجيش العماد جون قهوجي في مكتبه في اليرز الأوضاع العامة مع السفير الألماني في لبنان مارتن هاث، وتناول البحث الأوضاع العامة وعلاقات التعاون بين جيشي البلدين. كما التقى قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال لوتشيانو بورتولانو، وجرى البحث في الأوضاع على الحدود الجنوبية والتعاون المشترك بين الجانبين للحفاظ على استقرار هذه المنطقة وتنفيذ القرار 1701. كما استقبل العماد قهوجي وفدا من بعثة الاتحاد الأوروبي. عرض المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم الأوضاع العامة مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة نائب الأمن العام في جهاز العمل الخارجي بيدرو سيرانو، وتم البحث في سبل التنسيق بين المديرية العامة للأمن العام والاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الإرهاب. كما التقى اللواء إبراهيم سفير مصر في لبنان محمد بدر الدين زايد، ومن زوار اللواء إبراهيم وفد من مؤسسة العرفان التوحيدية برئاسة الشيخ علي زين الدين. عقد رئيس لجنة النشاطات الثقافية في جمعية أعضاء جوقة الشرف في لبنان الوزير السابق موريس صحناوي بحضور الأمين العام رفيق شلالة ورئيس المركز الثقافي الفرنسي في لبنان دونيلوش لإطلاق الدورة الثانية من جائزة التفوق الإعلامي اللبناني الفرنسي. وشددت الكلمات على أهمية هذه الجائزة التي تعتبر حافزا للمواهب الشابة وترسخ العلاقات اللبنانية الفرنسية في مجال الثقافة والتعليم. أسفر انفجار قروة غاز في خيمة للاجئين السوريين في قرية الحميرة في عكار إلى احتراق 5 خيم، واقتصرت الأضرار على الماديات فقط. والمزيد من الأخبار بعد الفاصل. أهلا بكم. وصل الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى باريس للقاء نظيره الفرنسي فرانسوا أولاند في زيارة تستمر 3 أيام وسط تظاهرات منددة بسياسته لجهة عقوبة الإعدام. ومن المقرر أن يتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات خلال الزيارة. وكان روحاني زار مبنى الكوليسيوم التاريخي في روما، وقال أمام صحفيين في ختام الزيارة الإيطالية إنه يأمل بتهدئة مع السعودية. طلبت البحرية الإيرانية من سفينة حربية أمريكية مغادرة خليج عمان قرب مضيق هرمز، حيث تجري إيران تدريبا بحريا لغواصات وقاذفات صواريخ. وفور إصدار التحذير غادرت السفينة على الفور وعاد الوضع إلى طبيعته. قائد البحرية الإيرانية الأميرال حبيب بلا سياري قال إن أعداءنا لا يصدقون القدرة التي وصلنا إليها، لهذا يحاولون معرفة أهدافنا. المعارضة السورية تعلن مشاركتها في جنيف 3، ووزير الخارجية السوري وليد المعلم يعلن أنه من يقود الوفد الحكومي في جنيف. أعلنت المعارضة السورية بعد اجتماعها في الرياض مشاركتها في جنيف 3، واستأنفت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن اجتماع المعارضة السورية الشهر الماضي في السعودية اجتماعاتها لبحث الدعوة التي وجهتها الأمم المتحدة إلى مفاوضات مع النظام، بحسب ما أفاد الناطق باسم الهيئة منذر ماخوس. وأعلن الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية هيثم مناع مقاطعة محادثات السلام في حال لم يتلقى الزعيمان الكرديان صالح مسلم وإلهام أحمد دعوة للحضور. تصريحات مناع جاءت بعد أن قال زعيم حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي صالح مسلم إن المسؤولين الأكراد السوريين لم يتلقوا دعوات للمشاركة. وأكدت الأمم المتحدة أنها لم توجه دعوات سوى إلى أطراف سوريين لحضور مفاوضات السلام. وقالت الناطقة باسم موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا: لا نعتزم على الإطلاق دعوة أي طرف خارج إطار السوريين. وأعلن الناطق باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم المسلط إن المعارضة اتخذت قرارا مشاركة في جنيف 3، لكن بعد تطبيق البنود الإنسانية الواردة في قرار مجلس الأمن. من جهتي أعلن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن المعارضة طلبت منه معرفة أسماء المشاركين من النظام. وفي هذا الإطار أعلن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أنه من يقود الوفد الحكومي في جنيف. نائب وزير خارجية روسيا ميخائيل بوغدانوف شدد من جهته على ضرورة مشاركة حزب الاتحاد الديمقراطي في جنيف. ميدانيا أفادت معلومات عن تفجير إرهابي قرب مدرسة
أم البنين في حي الحمرة في حمص، وتمكن الجيش السوري الحكومي من فصل مدينتي داري عن المعظمية بعد معارك عنيفة. نفذت قوة أمريكية إنزالا على موقع لتنظيم داعش شمال تكريت وفي شمال شرق الرمادي سلسلة تفجيرات أسفرت عن سقوط عدد من القتلى في صفوف القوات العراقية. إلى ذلك عثرت القوات العراقية في وسط الرمادي على مقبرة جماعية لنحو 40 شخصا قتلوا على أيدي داعش خلال سيطرته على المدينة. في قطر، تعديل وزاري بأمر من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني شمل وزير الخارجية، حيث تم تعيين الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مكان خالد العطية الذي عين وزير الدولة لشؤون الدفاع. وفيما يتولى أمير قطر وزارة الدفاع لم يتم تغيير وزيري المال والطاقة، وقد أشار أمير قطر في جانب آخر إلى أن تقلب أسعار الطاقة أمر طبيعي ولا مجال للخوف والهلع. في اليمن الذي دخل العام الخامس للثورة، مقتل قيادات حوثية في غارات للتحالف بصنعاء وصعدة واستعدادات في مرحلة نهائية لخوض معركة تعز المحاصرة منذ 10 أشهر. دخل اليمن في العام الخامس بعد انتفاضة العام 2011، وتفاوتت ردود فعل الشارع اليمني لما آلت إليه الأوضاع في البلاد من دمار وخراب وانقلاب سياسي. للأسف الشديد أتت المبادرة الخليجية، ثم من بعدها دخلت الأحزاب في صراعات وتقسيم السلطة إلى ما بينها، وأتى القيادات السياسية الكبرى يعني، وكل واحد كان يريد مصلحته وإقصاء الآخر، ثم حدثت المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في بلدنا حتى وصلنا إلى هذا المأساة الذي لم نتوقع أن نوصل إليها، فذهبت ثورة الشباب هباء منثورا. وفي آخر العمليات العسكرية أغارت طائرات التحالف بقيادة السعودية على مستودعات أسلحة في صنعاء وصعدة، وقصفت مواقع متفرقة للحوثيين وقوات صالح في محافظة مأرب. الغارات أسفرت عن مقتل عدد من كبار قيادات الحوثيين بينهم أفراد من أسرة زعيمهم عبد الملك الحوثي، إضافة إلى 8 من الحوثيين وقوات صالح في شبوة ميدانيا دوى انفجار عنيف في صنعاء، وتم اغتيال ضابط في عدن، وقتل أكثر من 25 عنصرا من الحوثيين خلال اشتباكات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في تعز، فيما دارت اشتباكات عنيفة في جبهة المسراخ. وتأتي المواجهات في ظل استعدادات عسكرية كبيرة لخوض معركة تعز. على صعيد آخر، قتل جندي سعودي إثر سقوط قذيفة من الأراضي اليمنية على جزاء. في باريس، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا قدمت استقالتها بالتزامن مع بدء لجنة برلمانية في مناقشة تعديل دستوري يتضمن بندا يطيح سحب الجنسية من كل من يرتكب عملا إرهابيا من حملة الجنسيتين. واعتبرت توبيرا أن القانون يميز بين فئتين، الفرنسي الأصيل والفرنسي بالتجنيس، وقالت إن الاستقالة تأتي نتيجة خلاف سياسي كبير. أعلن الجيش التركي عن مقتل 3 من جنوده في هجوم للمسلحين في ديار بكر، وأشار في المقابل إلى مقتل 20 مسلحا كرديا. والمزيد من الأخبار الدولية في هذا الشريط. قتل شخصان وأصيب 3 بجروح خطرة في حادث إطلاق نار قرب دار للمشردين في سياتل الأمريكية، ووصف عمدة سياتل أد موري الحادث بالمأساة. اتهمت كوريا الجنوبية كوريا الشمالية بمحاولة قيام هجوم إلكتروني عليها، أتى ذلك عقب قيام كوريا الشمالية بهجوم نووي في تحد لقرارات الأمم المتحدة. قتل شخص على الأقل واعتبر 5 في عداد المفقودين بعد تحطم مركب في كوريا الجنوبية، وفتحت السلطات تحقيقا في الحادث. توقعات البيع لشركة الأبل العالمية تنخفض، وهي المرة الأولى منذ 13 عاما، على الرغم من 18.37 بليون دولار كعائدات من الصين فقط. بعد فيلم سكاري موفي الذي ينتقد فيلم الرعب سكريم، أطلق مارلون واينز الفيلم الساخر 50 Shades of Black الذي ينتقد النسخة الأصلية 50 Shades of Grey، وحضر الأفون بريمير أهم نجوم هوليوود. ومن المتوقع أن يبدأ عرض الفيلم في شمال أمريكا في 29 كانون الثاني. Did you break my stool? No. No.
وختام هذه النشرة شكرا لكم على حسن المتابعة. ومطلقنا يتجدد عند 11:30 إلى اللقاء.